اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز. نخصص هذه التغطيه للحديث والنقاش حول ابرز ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الاول للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقب الاعلان رسميا عن اسماء اعضاء الحكومه الجديده وعن ادائهم لليمين الدستوريه امام رئيس الجمهوريه. أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على اختيار أفضل الكفاءات لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمات الخارجية غير المسبوقة. وشدد مدبولي خلال مؤتمر صحفي على أن الحفاظ على محددات الأمن القومي على رأس أولويات الحكومة الجديدة، منوها بأن الحكومة تواصل العمل على تعزيز التمكين السياسي ومتابعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كذلك الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره. كنت حريص كل الحرص في عملية الاختيار ان احنا نكون بنختار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية ايضا تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات اللي فخامة الرئيس وضعها في خطاب اللي وجهه لي في اطار تكليف الحكومة بالمهام الجديدة. واهم هذه التكليفات عشان اقراها وبناء عليها اوضح كانت فلسفة شكل الحكومة جاي ازاي، يعني المحددات الرئيسية يعني والتوجهات والأهداف اللي وضعها فخامة رئيس الحكومة. أول شيء طبعا الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهها الدولة النهاردة في الظروف الخارجية اللي حضراتكم كلكم شايفينها واللي بتتغير كل يوم وممكن يحصل فيها تطورات. وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهنا يمكن ملف الصحة والتعليم على الأخص وأيضا الثقافة بيشغل أهم التحديات وأهم النقاط اللي لازم الحكومة إن شاء الله هتكون شغالة عليها. تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير أكتر لمنظومة الحوار الوطني والتفاعل مع ما بين الحكومة والآلية الحوار وتنفيذ المخرجات اللي الحوار الوطني وضعها في خلال المرحلة القادمة. الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات اللي بيقوم بيها المجتمع المدني اليوم. الحفاظ طبعا على الأمن والاستقرار وتكثيف منابع التطرف والإرهاب، وجزء كبير من هذا الموضوع ليس فقط الشق الأمني ولكن أن يكون هناك خطاب ديني معتدل. وأشار مدبولي لأن الحكومة ستواصل العمل على دعم الصادرات ومواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ونوه بأنه من أهم أولويات الحكومة الجديدة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع دور القطاع الخاص. والجزء طبعا المهم جدا اللي بيشغلنا الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحديدا العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، تشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر، وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة أو الاستثمارات الإجمالية للدولة. وبالتالي إحنا حاطين هدف واضح وحضراتكم عارفينه أن نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في الإجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65% في خلال العامين ثلاثة القادمين. العمل على حد من التضخم وضبط الأسواق عشان السلع وتكون في متناول قدرات المواطن المصري، زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة، لان الحقيقة كلنا مقتنعين تمام الاقتناع ان احنا قايلين صحيح في مجموعة من القطاعات الانتاجية اللي الدولة مركزة عليها، الصناعة، الزراعة، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، ولكن كلنا مجمعين ان قطاع الصناعة لازم الفترة الجاية يشهد طفرة كبيرة في خلال الفترة القادمة. الوصول الى هدف 30 مليون سائح سنويا في خلال فترة الحكومة بأسرع وقت ممكن، العمل على زيادة الصادرات المصرية، احنا يمكن اعلننا ارقام ومستهدفات
الدولة تكون قادرة على تحقيقها إن شاء الله لغاية 2030. فبالتالي لازم إن احنا نشتغل على هذا المستهدف ونتحقق ونحققه إن شاء الله. تطوير الأداء الحكومي والعمل على التوسع في الميكنة وهيكلة الوزارات والحد ما بين التشابكات والتدخلات ما بين الوزارات في بعض الملفات اللي بتبقى أحيانا مهمة. طبعا كان توجيه سيادته أيضا سرعة استكمال مشروع حياة كريمة لأنه بيمس كل أبناء الوطن في الريف، تمكين أكثر للمرأة والشباب، وطبعا استمرار الدور الكبير اللي الدولة المصرية في الشأن الخارجي والملفات الخارجية، وبالذات في إطار حضركم شايفين المنطقة والإقليم دلوقتي في قمة الاضطراب. يعني احنا ما شاهدناش الإقليم اللي احنا عايشين فيه واللي موجودين فيه بكل هذه الكمية من التحديات والمتغيرات اللي بتحصل، لا أبالغ إذا قلت كل يوم بيبقى فيه متغير جديد في المنطقة بتاعتنا. وللمزيد من النقاش ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. بنرحب بحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني خلينا في البداية، طبعا احنا استعرضنا وعلى مدار اليوم المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الوزراء بعد حلف اليمين للحكومة، وخلينا نبدأ مع حضرتك في فكرة توضيح رئيس الوزراء مثلا في أهم النقاط أو توجيهات السيد الرئيس، وتبقى لذلك تم مثلا تشكيل الحكومة. هو ذكر أنه المجموعة الاقتصادية هي مجموعة هامة، لكن بناء الإنسان ويتمتع بذلك، أو يعني تم تكليف نائب لرئيس الوزراء خاص ببناء الإنسان أو التنمية البشرية، وأيضا التنمية الصناعية ونائب لرئيس الوزراء بهذا الموضوع. كيف تجد أهمية ذلك الموضوع ويندرج بالتأكيد تحته العديد من النقاط الأخرى؟ يمكن ما شاهدناه اليوم خلال المؤتمر الصحفي بيؤكد أن هناك إرادة من الحكومة الجديدة للتنفيذ العاجل لتوجيهات القيادة السياسية المصرية. ونحن هنا نتحدث عن عدد من التوجيهات حملها خطاب أو يعني البيان الذي من خلاله تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي لتكوين هذه الحكومة، أو حتى خلال الاجتماع الذي يعني كان بالأمس ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأفراد الحكومة الجدد وأيضا حتى المحافظين. كان هناك توجيهات رئاسية في الحقيقة يعني بتتنوع ما بين في البداية وفي صدارة هذه التوجيهات ما يتعلق بمحددات الأمن القومي واهتمام القيادة السياسية المصرية بهذا الأمر، وأن يأتي في صدارة التوجيهات الرئاسية، فهذا أمر منطقي للغاية في ظل إقليم مضطرب، وفي ظل أن الدولة المصرية الآن يعني معظم التحديات التي تواجه الداخل المصري هي نتاج التداعيات الخاصة بما يحدث في الإقليم وما يحدث في العالم من أزمات اقتصادية أو حتى أزمات أمنية تؤثر على الاقتصاد العالمي. وبالتالي نحن نتحدث عن محددات الأمن القومي المصري يجب الحفاظ عليها، وهنا نجد أيضا القيادة السياسية المصرية تحدثت عن أولوية أخرى وهي بناء الإنسان، ويمكن دكتور مصطفى مدبولي أيضا اليوم يعني تحدث عن هذا الأمر باستفاضة، ووجود أيضا نائب لرئيس الوزراء مختص بهذا الأمر هذه نقلة نوعية في إدارة هذا الملف، ويؤكد أن الدولة المصرية أيضا بتنظر لفكرة بناء الإنسان وحقوق الإنسان نظرة مختلفة تلبي تطلعات المواطن المصري وتحقق رغباته وأمنياته وأحلامه أيضا على أرض الواقع. ويمكن بالتحديد حينما تحدث السيد الرئيس في توجيهاته عن ملف بناء الإنسان هو حدد أيضا عدة نقاط، أولا ما يتعلق بالتعليم والصحة والوعي، هذه المحاور الثلاثة في الحقيقة هي محاور مهمة للغاية، سواء فيما يتعلق طبعا يعني كل ما يشغل بال الأسرة المصرية، سواء التعليم والصحة، هذه أمور بتهم كل الأسرة المصرية، لا أحد يستطيع أن يغفل أن هذه النقاط نقاط في غاية الأهمية. والدولة المصرية لديها استراتيجية عمل سواء في مشروع التأمين الصحي الشامل أو مبادرات رئاسية فيما يتعلق بالصحة أو حتى في مجالات التعليم وتطوير التعليم. إذن أيضا السيد الرئيس بيوجه الحكومة للاستمرار في هذا الأمر. أيضا توجيهات أخرى كانت لها علاقة بأمر بالغ الأهمية، وفي الحقيقة أنه انطبع أيضا على تشكيل الحكومة، يعني حينما نتحدث عن التوجيه الخاص بجهود أو مواصلة جهود المشاركة السياسية، وجدنا على الفور أن إحدى الوزارات الآن أصبح ضمن مسماها ما يتعلق بتعزيز المشاركة السياسية. إذن هذا أيضا انطبع داخل الحقائب الوزارية على الفور، وده أمر أيضا الدولة المصرية خاضت فيه جهود كبيرة جدا، سواء من خلال تعزيز الحياة الحزبية وتطويرها، أو من خلال طبعا الحوار الوطني، أو من خلال أيضا وجود
كيانات شبابيه او طبعا تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين او الكثير من مسارات العمل السياسي التي دعمتها ووفرت لها الدوله المناخ المناسب للعمل وللتطور. ايضا ما يتعلق بتوجيه ايضا في غايه الاهميه وهو له علاقه باستمرار جهود ترسيخ الامن والاستقرار وايضا مكافحه التطرف والارهاب، والدكتور مصطفى مدبولي ايضا اليوم تحدث عن هذا الامر. يمكن البعض ممكن ان يقول اننا قضينا على الارهاب وليست هناك مخاطر من الارهاب، ولكن اليقظه ان تكون الدوله المصريه دائما على يقظه ومستعده لاي من التيارات المتطرفه او مسارات الفكر المتطرف وانسيابها الى الداخل المصري، هذا امر مهم للغايه. نعم. هذا ياتي عبر تعديل. استاذ جمال انا بعتذر عن المقاطعه، لكن لدينا خبر عاجل ننوه بهذا الخبر العاجل. استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمه الاداريه الجديده رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبه، الذي قدم لمدبولي التهنئه وتسليمه لتسليمه رئيسا للوزراء. وتم خلال اللقاء ايضا مناقشه اوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات المدمجة بين البلدين، وتم الاتفاق أيضا على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتي النفط والغاز والبترول بالبلدين، إلى جانب الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية. ومشاهدينا الكرام، نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، الذي قدم لمدبولي التهنئة عند تسليمه أو لتسليمه رئاسة الوزراء مرة أخرى. وتم خلال اللقاء أيضا مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقات المدمجة بين البلدين، وتم الاتفاق أيضا على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتي النفط والغاز والبترول بالبلدين، إلى جانب الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية. إذن مشاهدينا الكرام، استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، الذي قدم لمدبولي التهنئة لرئاسة الوزراء مرة أخرى. وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقات المدمجة بين البلدين، كما تم الاتفاق أيضا على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتي النفط والغاز والبترول بالبلدين، إلى جانب الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية. وبالعودة مرة أخرى للأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، بنرحب بحضرتك مرة تانية. وأظن يعني هذا الخبر العاجل أيضا تكليلا لسرعة التحركات للحكومة المصرية، سواء بالتعاون مع الجهات المختلفة أو التوجيهات التي كنا نتحدث عنها مع حضرتك. بالتأكيد يعني من الواضح أن الحكومة الجديدة لديها نمط عمل جديد، ولديها أيضا سياسات لتنفيذ الاستراتيجيات العامة للدولة بشكل جديد، وهذا ما طالب به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا، وهذا ما هو مطلوب من هذه الحكومة حتى على المستوى الشعبي، أن يكون هناك سياسات في إدارة الملفات بشكل غير تقليدي وبشكل غير نمطي. وهذه الحكومة تمتلك بالمناسبة الإمكانيات والقدرات والخبرات. يمكن من الملاحظ الانخفاض في معدل الأعمار داخل الحكومة، انضمام الكثير من الشباب فيما يتعلق طبعا بنواب الوزراء أو حتى المحافظين، ما يتعلق بتمكين المرأة. إذن تمتلك سواء القدرات والخبرات البشرية أو حتى المعدلات العمرية التي تمكن هذه الحكومة من أن يكون لديها ديناميكية عمل مختلفة وتتواكب مع طبيعة التحديات التي نواجهها. يعني نحن نواجه الآن في الدولة المصرية تحديات غير تقليدية نتاج المتغيرات الدولية، ومن ثم أعتقد أن هذه الحكومة تمتلك الكثير من فرص النجاح خاصة. وهذا الأمر أيضا كان مطروحا بالأمس في الاجتماع ما بين السيد الرئيس والمجموعة الوزارية، فكرة أن بالفعل تم تنفيذ خلال العشر سنوات الماضية مكتسبات مهمة للغاية، وبالتالي الارتكاز على هذه المكتسبات وعلى
ما يتحقق من تنمية وبنية تحتية ومشروعات قومية واستثمار هذه الثمار التنموية فيما يتعلق بأيضا يعني محاولة أو إيجاد هذه الاستثمارات لمجابهة هذه التحديات. يعني حينما نتحدث عن حصيلة كبيرة جدا من البنية التحتية الآن والبنية التنموية التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية، فالحكومة الآن لن تبدأ من الصفر ولكنها سوف ترتكز على هذه البنية التحتية وعلى البنية التنموية. يعني إدارة الحكومة من الأساس من العاصمة الإدارية هذا منجز في حد ذاته، وهذا يختصر المسافات فيما يتعلق بالحكومة الجديدة، وبالتالي بيمهد للحكومة فرص نجاح أكثر، وبالتالي أنا أعتقد ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية أيضا يمهد الطريق للمزيد من النجاحات. أستاذ جمال، أنا عايز أسأل على نقطة هامة لأنه إحنا بنتحدث عن ذلك أيضا، يعني تطلع الحكومة من خلال كلمة رئيس الوزراء، لأنه ذكر بشكل واضح فكرة مثلا أنه تم الاختيار طبقا لكفاءات معينة وتم لقاءات مختلفة، وذكر في نهاية الموضوع ده يمكن في المؤتمر إنه لن ينتظر طويلا على أي ملف من الملفات، وهو يعني هو ليس تحذير لكن هو طمأنة للمواطن إنه مطلوب من الوزير الجديد هو سرعة الاستجابة لمتطلبات كثيرة مثلا في التحديات الخاصة بضبط الأسواق، بالأسعار، بالعملة، توفير العملة الأجنبية، الصناعة، يعني أشياء كثيرة هي تحديات، وذكر أنه لن ينتظر طويلا حتى يتحقق ذلك للمواطن. يعني بالتأكيد هناك ملفات عاجلة بالفعل. يعني حديث دكتور مصطفى مدبولي اليوم هو مطمئن للشارع المصري لأن هناك ملفات عاجلة لا يمكن الانتظار عليها، سواء فيما يتعلق طبعا بارتفاع الأسعار، وقف التضخم، ما يتعلق أيضا بالرقابة على الأسواق. يعني هناك بعض الملفات التي هي يعني بتتماس مع المواطن بشكل يومي وبشكل لحظي ربما، وبالتالي المواطن يريد أن يستشعر تغير حقيقي من خلال هذه الملفات. نعم هناك ملفات كبيرة وهناك ملفات لا علاقة يعني زي ما كنا بنتحدث ما يتعلق بالوعي والسياسات والأمن القومي المصري وغيرها من الملفات لا تقل أهمية بل هي ربما تكون مهمة للغاية، ولكن أيضا المواطن يريد أن يستشعر تغيرا إيجابيا فيما يتعلق بأداء الحكومة خاصة على صعيد ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم والرقابة على الأسواق. هذه محاور ثلاثة تهم الشارع المصري الآن، وأيضا طبعا ما يتعلق بالكهرباء، ويمكن الآن هناك عمل جاد من الحكومة سواء فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالترشيد أو ما يتعلق طبعا بوجود شحنات من مواد الطاقة اللي أيضا تقليل يعني ما يحدث من انقطاع للكهرباء والوصول إلى معدلات طبيعية. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه ملفات عاجلة. أيضا الملفات الاقتصادية في الحقيقة هي كلها ملفات عاجلة، يعني حينما أيضا تحدث السيد رئيس الوزراء اليوم عن الاستثمار وعن تعزيز الصادرات ومصر لديها حلم 100 مليار دولار صادرات وغيرها من أيضا أحلام مصرية في هذا الإطار، سواء فيما يتعلق بجذب الاستثمار الخارجي أو حتى ما يتعلق بتنمية القطاع الخاص في الداخل المصري، كلها طموحات مشروعة وأيضا طموحات الآن الحقائب الاقتصادية بعد أن أصبحت الآن أو بيتولاها الآن وجوه جديدة وأيضا لديهم سياسات جديدة، وأيضا هناك دمج في الوزارات الاقتصادية بما يسهل آليات العمل في هذه الوزارات. أصبح أيضا من المطالب من هذه الوزارات أن تنفذ مخرجات على أرض الواقع تلبي احتياجات ومتطلبات هذه المرحلة التي بالتأكيد تحتاج إلى عمل اقتصادي كبير للغاية. يمكن أعود مجددا لتوجيه القيادة السياسية المصرية في خطاب التكليف للدكتور مصطفى مدبولي، السيد الرئيس تحدث عن تطوير شامل في الاقتصاد المصري. إذا نحن نتحدث عن توجيه من القيادة السياسية المصرية ورغبة من هذه الحكومة وترقب من الشارع المصري لحراك هذه الحكومة نحو تنفيذ هذا الأمر، لأن بالفعل الاقتصاد المصري خطى خطوات جيدة للغاية وصمد صمودا كبيرا خلال المراحل الصعبة الماضية وحتى الآن يصمد ويستطيع الصمود، بل إن حتى توافد الاستثمارات الأجنبية على الداخل المصري بيؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود وهناك ثقة في المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، وهذه نقطة مهمة. ولكن أيضا نريد المزيد، نريد أن يعني نجد أيضا آليات عمل وأدوات عمل ومشروعات والكثير من الأمور التي أيضا يعني تساهم في تخفيض الاعتماد على العملة الأجنبية وتوطين الصناعة وتوطين يعني أيضا بعض الصناعات المهمة والصناعات التي تخدم على الداخل المصري. وبالتالي أنا أعتقد أن الملف الاقتصادي مهم للغاية، وحديث الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أنه لن ينتظر أعتقد أنه هو حديثا
موفق للغاية، لأن حديثا يتماشى ورغبات المواطن المصري الذي ينتظر الكثير ويعلق الأمال والأحلام على هذه الحكومة. أنا بشكر حضرتك على هذا التحليل الوافي ووجودك معنا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أجندة الحكومة الجديدة تعطي الأولوية لضبط الأسعار. طبعا اجتماع مع السيد وزير التموين والنائب السيد وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك عشان موضوع ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتشديد الرقابة على الأسواق علشان نقدر ان احنا يعني نطمن الى توافر السلع، وده الحمد لله متوفر، ولكن الأهم عندي هو ضبط الأسعار، وعشان كده يمكن كان هناك تأكيد على هذا الموضوع. وأيضا يعني طلبت منه طبعا مع مرة أخرى التنسيق الكامل مع يعني لجنة الحوار الوطني لموضوع الدعم ومستقبل الدعم وإزاي هنتحرك فيه. وده زي ما قلت لحضراتكم إحنا أحلنا هذا الملف بكل التوصيات بتاعته للحوار الوطني، وعايزين إن إحنا نشوف مع بعض كيف يمكن وضع تصور أكثر كفاءة ووصولا للمواطن المستحق في خلال الفترة الجاية. فعشان كده يمكن طلبت من السيد الوزير إنه يتم التواصل المباشر مع المنظومة الحوار الوطني ونبدأ فورا في تفكير للمستقبل لما يخص موضوع الدعم النقدي. أجرت كاميرا إكسترا نيوز عددا من اللقاءات مع مواطنين في عدد من المحافظات للتعرف على مطالبهم من الحكومة الجديدة، نتابع بعضا من تلك الآراء. الإسكان، موضوع الإسكان ده عايزين له حل. الشباب برضو في مشكلة، ما ينفعش ان احنا نقول شقة ب 700,000 و 800,000 ومليون، الشباب هيجيب منين؟ الاسكان بتاع ايه الشباب؟ يعني احنا ابني المؤاخذة بقاله 5 سنة مقدم في مشروع لسه لغاية الوقت ما خدوش، ومأجر وقاعد في مفروش. استكمال المشروعات اللي بدأ فيها المحافظة السابق اللي قبل كده، يبص للمواطن الفقير اللي عايش يوم بيوم، يبدأ يبص للمواطن اللي هو بيشتغل العمالة اللي هي غير منتظمة، يبص للمواطن، يبص للموظفين في المؤسسات الحكومية يرعيهم. في ناس كتير ما استلمتش شققها تستلمها، لأن تقريبا كانوا بيشتكوا كتير اللي هو التعاوني دون ما كانش لسه استلموا. أراضي بتاعتنا تعبانة في الظهور في عثمان بالذات، يعني أي مسؤول صعب أو لو حد بيخش صعب أول لو أي حد بيخش عندنا في عثمان بن عفان خالص، يعني على الأقل مثلا يبص مثلا برضو بص على الشباب، تشيل الشباب، يحتوي الشعب البورسعيدي. يعني ايه يحتوي الشعب البورسعيدي؟ حتى لو تعمل معنا كل شهر لقاء، لو كل شهرين لقاء، نعرف نعرض افكارنا ومشاكلنا وحلول ونوصل لحلول مع بعض. المحافظه تهتم بالشوارع اكتر، النظافه بتاعه الشوارع وخصوصا الشوارع الجانبيه، لان انا كنت جايه شايفه في شوارع جانبيه كده حاجات مش نظيفه، فحابه ان انا دايما لما ببص ابص على الحاجه تبقى لذيذه ونظيفه. يعني الموظفين اللي جوه، المنشات الجميله اللي اتطورت، المستشفيات عندنا تطورت جدا، اجهزه جدا جميله جدا من جوه، بقت حاجه نظيفه جدا، بس محتاجين المعامله. يعني في التأمين الشامل ما شاء الله في إمكانيات جميلة جدا، بس احنا بندور على ايه بقى؟ الاهتمام من الناس اللي ماسكة الخدمات ديت، الموظفين اللي ماسكة الخدمات ديت، انها تحس حبة على الناس الكبيرة انها تقف جنبهم وتساعدهم. بخصوص العقارات الاسعار المرتفعة، يعني ياريت المسؤولين في المحافظة يتدخلهم لهبوط الاسعار شوية زيها زي بقية المحافظات التانية عشان الناس تقدر تبيع وتشتري. محتاجين نهتم بموضوع الإسكان للشباب، لأن احنا عندنا المجتمع البورسعيدي اتظلم قوي في موضوع الإسكان الشباب، اللي أغلب يعني اللي بيقدم على سكن في بورسعيد بيطلع من بره بورسعيد. المصالح الحكومية يبقى فيه تسهيل للبني آدم المواطن اللي السن 70 سنة. كنا عايزين برضو تطور أكبر في المنشأة الصحية، نشوف آراء الناس اللي كانت عايزة مثلا في المنشأة الصحية برضو نفسها، في التطوير في المستشفيات، عايزين تطور أكبر لأن دي أكتر منشأة مستهلكة. يعني قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن هناك أولوية لتعظيم العملة الصعبة داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أهمية تمكين الصناعة المحلية. سيادته أكد على حاجات مهمة جدا، قال إحنا الدولة المصرية بتمر بتحديات غير مسبوقة، والتحديات الخارجية بتفرض يعني تداعياتها بصورة كبيرة جدا جدا جدا
على الوضع الداخلي. والدولة يعني ظروفنا ويمكن كانت ان على مدار 4 سنين متواصلة في ازمات غير مسبوقة بدءا من كوفيد او لغاية الوضع اللي احنا فيه النهاردة، وكلها كانت يعني زي ما بيتقال باللفظ العالمي external shocks يعني او صدمات خارجية وليها تداعياتها على الداخل. فكان التركيز الشديد ضرورة وضع حلول عاجلة وحلول مستدامة لهذه الصدمات والأزمات، حل مشكلة أزمة العملة بصورة نهائية. ويمكن سيادته دايما كان بيقولها ولكن كان تكليفه واضح، طول ما عندنا أزمة دولار، طول ما عندنا إن احتياجاتنا أكتر من مواردنا، هنظل معرضين في المستقبل لتكرار نفس الأزمة. فكان التكليف الواضح ضرورة إنهاء هذه الأزمة، لازم تبقى مواردنا من العملة الصعبة تفوق احتياجاتنا كدولة. لو وصلنا لهذا الوضع لن يكون هناك أي نوع من التخوف بعد كده لأي صدمات. الدولة قطعت فيه الكلام ده شوط كبير، ولكن ده كان توجيه واضح إن لازم الحكومة دي تبقى مرتبط عملها بهذا الهدف، ولازم يبقى في أسرع وقت ممكن نصل إلى هذا المستهدف. وحول أزمة انقطاع الكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى التعاقد على الشحنات الكافية من الوقود وتوفير الموارد المالية اللازمة لحل تلك الأزمة. الاستطلاعات المواطن يعني لما تسأل هو أنت عايز إيه من الحكومة الجديدة، أهم قضيتين النهاردة عارف إن هم بيشغلوا الرأي العام، وأنا بأكد إن أنا مؤمن تماما وعارف المواطن يعني بيطلبهم، موضوع حلولنا مشكلة الكهرباء، الموضوع الثاني ضبط الأسعار. فعشان كده يمكن أنا كان أول اجتماعين النهاردة كانوا حوالين القضيتين دول. هناك طلبات أخرى طبعا، ودي اللي هنشتغل عليها اللي تأتي ضمن التكلفات اللي سيادة الرئيس قالها لنا، لكن دول هما المشكلتين المهمين اللي محتاجين نتحرك فيهم بصورة عاجلة. احنا كنا يمكن أعلنت لحضراتكم عن خطة قبل طبعا حلف اليمين للتشكيل لما حصلت الأزمة الكهرباء، ان احنا بنستهدف الأسبوع الثالث من يوليو ان شاء الله ان احنا نوقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف. النهاردة كان الاجتماع للتأكد ان تم التعاقد على كل الشحنات اللي احنا فعلا هتمكن وزارة البترول والكهرباء ان هم يحققوا هذا المطلب. طلبت من السادة الوزراء انه يحددوا لي تحديدا اليوم اللي هنروح جايين ان شاء الله في الاسبوع الجاي، نقول لكم اعتبارا من اليوم كذا هنقدر ان احنا نقول نوقف قطع الكهرباء على الأقل في فترة الصيف. ولكن اديت لهم تكليفات أخرى، لأن احنا كنا حاطين وأعلنا أن احنا عايزين قبل نهاية هذا العام تنتهي هذه الأزمة إلى الأبد. فإن شاء الله هنشتغل على هذا الموضوع، وده اللي أنا بأكد عليه أن احنا يعني بنتحرك وتحركنا بالفعل في هذا الموضوع. دبرنا الموارد المالية المطلوبة، ودي أرقام ليست بالقليلة، وموارد كلها موارد دولارية، وزي ما قلنا حوالي 1,200,000,000 دولار، وده رقم ليس بالقليل. وللمزيد أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أخير أفندم عليكم، سأخير على كل مشاهدينا. أهلا وسلام بحضرتك. يعني كلمة إحنا عرضنا الآن كلمة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويتحدث يعني بتوجيهاته مباشرة أنه يشعر بأن المواطن موضوعين، سواء طبعا ضبط الأسعار أو الكهرباء، ووجه ذلك بشكل مباشر بالتأكيد للوزارات المعنية بهذا الموضوع، وأنه بيتابع سواء الشحنات اللي تم التعاقد عليها. وحتى رئيس الوزراء ذكر يعني صراحة أنه سيحدد اليوم مع الوزراء المعنيين، أنه وعد المواطنين بأنه في أول الشهور الثلاثة شهور الأولى من شهر يوليو وما إلى ذلك. فكرة الشعور بالمواطن، تحقيق ذلك بتوفير الشحنات، أهمية ذلك لأنه المواطن بيشعر بالمشكلات، لا يهمه من أين أتت المشكلة، لكن أن تحل المشكلة هو الأهم. دعني أطرح ليك، يمكن هناك كثير من الآليات أخذتها الحكومة، يمكن منذ 10 أيام اللي فاتت كانت أحد هذه الآليات هي تدابير العملة في الوقت الصعب، لتدابير كم من الأموال يصل لحوالي 1.2 أو 1.3 مليار دولار عشان ما تحتاجه الدولة من صفقات الغاز المسال، ومن أيضا زيادة احتياجات صفقات المازوت نفسه عشان نقدر نوفي ما يحتاجه المحطات خلال الثلاث شهور أو الشهرين القادمين، وخاصة شهر يوليو وأغسطس وأيضا شهر سبتمبر. الدولة أخذت على آلياتها ثلاث آليات. الآلية الأولى
وهو الصفقات السريعة، وتم التعاقد على 17 صفقة تأتي هذه الصفقات تباعا ابتداء من الشهر اللي احنا فيه ده، حوالي 7 صفقات شهر أغسطس، 7 صفقات وحوالي 5 صفقات في شهر سبتمبر. الصفقات طبعا كانت لابد لها من استقبال من سفير التغييز، وبالتالي كان هناك أيضا خطوة استباقية لدى قطاع البترول المصري في التعاقد مع أحد سفن التغييز اللي عددهم في العالم يمكن يتراوح بين 6 إلى 7 سفن تغييز عالمية، وكان هناك التزام لدى الدولة في أن يكون هناك سرعة تعاقد مع شركة هوجي النرويجية في استراء أو في استقبال هذه السفينة غاليون، ودي وصلت يمكن الأسبوع اللي فات في منطقة العين السخنة، وبالتالي أصبحت خطة الدولة من التعاقد واستقبال الصفقات ثم الضخ في خلال الشبكة القومية قد يحتاج بعض الوقت حين الوصول لدرجة تشبع للشبكة حتى يمكن الوصول بقدرات من الغاز إلى جميع المحطات على مستوى أنحاء الكوبري. خليني بس أطرح ليك حاجة في غاية الأهمية، وهي لابد أن تكون عبارة عن مطرقة لدى أذان المواطن المصري، وخاصة جاز توقيت يمكن إحنا بنتكلم عليه بالمنظور العريض، هناك ضغوط اقتصادية تم تطبيقها على مصر، وإحنا في مرحلة مستهدفة خارجية لهذه الضغوط ومؤثرة أيضا على الاقتصاد المصري مباشرة وعلى الموارد التي لدى دولة مصر، وبالتالي تدابير العملة هي تدابير غاية الأهمية في هذا الوقت، الحصول عليها للحصول أيضا على صفقات الغاز والاستمرار في ذلك تم إدراجه، ولكن لابد للمواطن أن يستوعب تماما أن فصول الصيف اللي احنا بدأنا من 23 لغاية النهاردة وصل حجم الاستهلاك للكهرباء عن النمط العادي للشهور السابقة قبل 23، يمكن احنا كنا بنقول على حوالي 3500 ميجا وات فرق، الزيادة التي زادت من 23 لغاية النهاردة هم 3500 ميجا وات، وده حجم كبير في وقت قد تحتاجه سنة كاملة لتصنيعه من محطات وتدابير غاز. طيب نعم، النقطة دي عشان برضو نتحدث بها صراحة والمواطن يريد الصراحة، لأن ويعني قالها دكتور مصطفى مدبولي بنفسه، يعني فكرة الاستدامة بقى يا دكتور، يعني ازاي نتحدث عن ذلك، سواء بقى مزيد من الاكتشافات، سواء ترشيد الاستهلاك زي ما حضرتك ذكرت وزي ما بيشاع دلوقتي واحنا بنحاول دورنا كوسائل للإعلام، يعني كل هذه الأشياء للاستدامة. أنا طبعا هنتظر من حضرتك يعني هذه الإجابة، لكن ابقى معنا نرجوك لننوه بهذا أيضا الخبر العاجل، استقبال لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد البيبة، والذي قدم لمدبولي التهنئة لتسلمه رئاسة الوزراء مرة أخرى، وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقات المدمجة بين البلدين، كذلك دعم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتي النفط والغاز والبترول بالبلدين، إلى جانب الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية. طيب نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، أيضا استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد البيبة، الذي قدم لمدبولي التهنئة لتسلمه رئاسة الوزراء مرة أخرى، وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقات المدمجة بين البلدين، كذلك تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتي النفط والغاز والبترول بالبلدين، إلى جانب أيضا الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية.
وبالعودة للدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول، بنرحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور. وطبعا يعني سألت حضرتك سؤال قبل هذا الخبر العاجل، لكن تعليق سريع عن فكرة يعني حسن العلاقات، مصر تحافظ على هذه العلاقات الأخوية سواء مع الدول العربية وحتى الدول العامة، فكرة العلاقات المشتركة، الاتفاقات المشتركة التي تدعم البلدين في جهات مختلفة. طيب يعني سنعود مرة أخرى طبعا للدكتور جمال القليوبي، لكن هو تعليقا على ذلك بالتأكيد هذا يدل على أن عمق العلاقات المصرية خصوصا طبعا مع دولة ليبيا الشقيقة في دعم العلاقات المستمرة وفكرة وجود العلاقات في المجالات المشتركة، المجالات المختلفة سواء فيما يخص النفط والغاز والبترول كما ذكرنا في هذا الخبر العاجل، أو حتى في الجانب الليبي فكرة تطوير والصرف الصحي والشركات المصرية المساهمة في هذا المشروع الوطني. إذن مشاهدينا الكرام، يعني تعليقا على هذا الخبر العاجل، يعني قرأنا على حضراتكم فكرة استقبال السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الذي قدم لمدبولي التهنئة بتسلمه رئاسة الوزراء، وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقات المدمجة بين البلدين. كذلك تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتي النفط والغاز والبترول بالبلدين، إلى جانب الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية. وإذا مشاهدينا الكرام نؤكد على هذه النقطة، ولهذه نقطة هامة جدا، فكرة التعاون بين الدول المختلفة وخاصة الأشقاء أو حتى الجيران بالحديث عن ليبيا على وجه الخصوص، سواء التعاون بين الوزارات المختلفة كما ذكرنا في هذا الخبر العاجل، فكرة وجود اللقاءات الهامة والتعاون بين دول طبعا الجوار ودول الجوار المختلفة، وفكرة الاعتماد بطبع سواء ما يخص النفط والكهرباء والغاز من ناحية المصرية والليبية، وأيضا الشركات المصرية العاملة في مجال التطوير الصحي. وللتعليق على ذلك ينضم إلينا الدكتور أسامة سعيد رئيس تحرير الأخبار، بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أظن هذا خبر هام جدا يعكس أشياء كثيرة، سواء فكرة الاهتمام والحفاظ وهو شيء يعني ثابت للرؤية المصرية للعلاقات المتبادلة الطيبة بين عدد كبير من الدول وبالتأكيد منها الشقيقة الجارة ليبيا، وفكرة التعامل في مجالات مختلفة وهذه المجالات الخاصة سواء في تحديات مثل الكهرباء أو النفط أو الغاز، وحتى الشركات العاملة والاستفادة بالشركات المصرية العاملة في الدول المجاورة ودول الجوار والدول الأخرى. صحيح، يعني أولا مصر بتتميز دائما بدعمها ورعايتها وعلاقاتها الوطيدة مع كل الأشقاء، ومصر لديها منهج واضح في بناء علاقاتها الدولية يغلب اعتبارات الأخوة والتعاون والصداقة والمصالح المشتركة، فما بالك بدولة مثل ليبيا، دولة جوار مباشر لمصر، دولة يجمعها تاريخ مشترك وعلاقات وطيدة مع الدولة المصرية، الأشقاء في ليبيا لديهم علاقات ووشائج مهمة وتاريخية مع الشعب المصري، أيضا ليبيا مهمة جدا بالنسبة للأمن القومي المصري، ومصر مهتمة بشكل كبير بإرساء الاستقرار وحالة الوئام والسلام في ليبيا الشقيقة. وأنا أعتقد أنه هذا اللقاء هو جزء من هذه العلاقات الممتدة والعلاقات التاريخية والمنهج المصري فيما يتعلق بإرساء العلاقات الطيبة والودية مع جميع الأشقاء، وأعتقد أنه ده ليس بمستغرب سواء على الدولة المصرية أو على الأشقاء في ليبيا، وأعتقد أنه هذا اللقاء سيكون له آثار مهمة ويفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين الجانبين. يمكن حضرتك أشرت
للتعاون المشترك في مختلف المجالات. بالتأكيد مصر تستطيع الاستفادة من القدرات الليبية في مجال النفط والغاز، وأيضا ليبيا تحتاج إلى الدور المصري وإلى الخبرات المتراكمة المصرية وإلى الشركات المصرية في مشروعات التنمية ومشروعات البنية التحتية. ونعلم جميعا أن هناك تعاون مثمر في مختلف المجالات، وكانت هناك عمالة مصرية تعمل بكثافة في ليبيا، وهناك أيضا تعاون مثمر على مختلف المجالات سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، إضافة إلى التعاون الاقتصادي المثمر. وبالتالي أعتقد أن هذا اللقاء وهذه التصريحات وهذا التعاون المشترك بيؤكد عمق ورسوخ العلاقات المصرية الليبية، وبيفتح صفحة مهمة من التعاون المثمر. دكتور، دلالة التوقيت، لأنه الناس يعني ونحن نقول أنه ده خبر عاجل وننوه ليه، فكرة أنه في أول يوم لعمل الحكومة بعد أدائها اليمين، ودليل أيضا على وجود واستقبال رئيس الوزراء الليبي في العاصمة الإدارية من خلال الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضا اتفاق سريع للتعاون، يعني دلالة التوقيت وأهميته، لأنه ده بيدل على إجابة حضرتك أيضا عن فكرة عمق وأهمية العلاقات بين مصر وليبيا. يعني بالتأكيد دلالة واضحة. أولا نحن نبدأ يوم جديد في عهد حكومة جديدة، هذه الحكومة الجديدة عليها أمال كبيرة معقودة لأن تقدم أداء مهما فيما يتعلق بعديد من الملفات الاقتصادية والعديد من الملفات التنموية. حرص رئيس الوزراء الليبي على أن يقدم التهنئة بنفسه في اليوم الأول لعمل الحكومة هي دلالة رمزية وتأكيد على رسوخ العلاقات. أيضا التفاهم فيما يتعلق بالاستفادة من القدرات الليبية فيما يتعلق بالنفط والغاز، والمساعدة فيما يتعلق بتوفير هذه الاحتياجات أو الاحتياجات المصرية من هذه المواد، أعتقد أيضا أنها لها رمزية مهمة أن الأشقاء يتكاتفون مع بعضهم البعض لبناء مصالح مشتركة ولدعم بعضهم البعض فيما يحتاجونه. أيضا الإشارة إلى مسألة الاستفادة من الخبرات، خبرات الشركات المصرية والخبرات المتراكمة فيما يتعلق بالبناء والتعمير والتشييد، أعتقد أيضا دلالة مهمة على إمكانية تحقيق المصالح المشتركة والاستفادة من نقاط القوة المتوافرة لدى كل طرف، لأنه في النهاية كما تعلم حضرتك صحيح أن العلاقات التاريخية وعلاقات التاريخ والجغرافيا مهمة لتعزيز أواصر التعاون بين الدول والشعوب، ولكن أيضا هذه العلاقات تقوم على المصالح المتبادلة والمصالح المشتركة. وأنا أعتقد أن النموذج الأفضل دائما لإرساء العلاقات بين الدول هو تحويل العلاقات التاريخية إلى مصالح مشتركة وإلى منافع متبادلة بين الشعوب بعضها البعض، وأعتقد أن هذا ما تحاول. ونظن يا دكتور، أنا أسف للمقاطعة، أنه كمان ده يعني أنه أمن قومي للدولتين، فكرة أنه زي ما حضرتك ذكرت تحديات أصلا خارجية كثيرة على منطقة الشرق الأوسط، على مصر، على ليبيا، على السودان، على أشياء كثيرة. هذه الشراكات حضرتك بتقول أنه خروج للأزمات للدول الجوار والدول الشقيقة مع بعضها البعض. بالتأكيد، لأنه أولا في مواجهة هذه التحديات الكبيرة سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، أنا بعتقد أن التكاتف يكتسب أهمية قصوى ويمثل فريضة مهمة في هذا التوقيت بالغ الحساسية وبالغ الدقة من عمر المنطقة برمتها. ما يحدث في ليبيا يهم مصر، وما يحدث في مصر يهم ليبيا، ما يحدث في السودان يهم الجانبين، ما يجري في البحر الأحمر يهم كل الأطراف، وبالتالي لا يمكن أن نفصل بين هذه التحديات وبين مستقبل دول المنطقة. وبالتالي هذا التحدي وهذه التحديات المسبوقة سواء على المستوى الإقليمي والدولي تفرض على جميع الأشقاء أن يتكاتف القومية والمصالح العربية. وأنا أعتقد أن الدولة المصرية لديها مشروع وطني واضح ولديها مشروع راسخ، وهو دعم الدولة الوطنية بكل الدول العربية والحفاظ على مؤسسات الدول العربية والحفاظ على مقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها. وأعتقد أنها عبرت عن هذه المواقف مرارا وتكرارا، وكانت دائما قوة داعمة ودافعة للاستقرار والسلام في العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها أكيد الشقيقة ليبيا، لأن كما أشرت ليبيا شأن مهم بالنسبة لمصر يتعلق بأمنها القومي المباشر، وكان لمصر أدوار متقدمة سواء في التشاور والحوار مع مختلف الأطراف الليبية أو تغليب واحترام وتأكيد
السيادة الليبية وتأكيد إرادة الشعب الليبي والدعوة إلى التوافق السياسي بين الأطراف الليبية المختلفة. أعتقد أن هذا النهج وهذه الرؤية التوافقية التي تقودها القاهرة محل تقدير من جميع الأشقاء الليبيين على مختلف الأطراف وعلى مختلف الأصعدة، وأتصور أن ما حدث اليوم هو استكمال وتأكيد على عمق ورسوخ الروابط المصرية الليبية المشتركة. لو قبل أن ما أنهي مع حضرتك دكتور، لكن أيضا نقطة لفتت النظر وهي كلام حضرتك أيضا في الإجابة وتتضح في البيان الخارج أو هذا الخبر، فكرة الاعتماد فعلا على نقاط القوة، يعني مثلا النفط والغاز والبترول في دولة ليبيا، الاعتماد على الخبرات المصرية والشركات، وهنا ممكن الربط أيضا في فكرة مثلا الاستثمار وجزء مثلا استثمار مصر في البحر المتوسط وسواحل البحر المتوسط، وإحنا ما نتحدث عنه منذ فترة، فكرة الميزة سواء المكانية أو ميزة العمالة وتوافر القوى العاملة، الخبرات في شركات معينة، المصادر الطبيعية وغير الطبيعية في دول أخرى، هذه نقطة هامة أظن بتساعد في يعني تقدم الشعوب يعني النامية والتي تسعى لأنها تصبح دولة متقدمة. بالتأكيد، يعني أولا فكرة التكامل هي فكرة مهمة للغاية، لا دولة واحدة تمتلك كل ما تريده أو تمتلك كل أدواتها وكل إمكانياتها وكل الموارد التي تحتاجها للارتقاء بمستوى المعيشة فيها. كل دولة تحتاج من الدول الأخرى إلى بعض الاحتياجات سواء كانت موارد طبيعية أو موارد بشرية. حقيقة أن ليبيا دولة مهمة وغنية بالموارد الطبيعية الخاصة بالطاقة والنفط، وبالتالي مصر أيضا تحتاج إلى هذه الموارد، وفي المقابل أيضا مصر دولة غنية بمواردها الفنية، وهي تحتاج إلى هذه الموارد لاستكمال مشروع إعادة الإعمار وبناء المرافق الليبية. وبالتالي أتصور أن فكرة التكامل في حد ذاتها هي فكرة إيجابية تجعل من الدول تغلب المصالح المشتركة وتنظر إلى ما تتميز به كل دولة وتمتلك من أدوات لتستفيد به. وأعتقد أن هذا نموذج راسخ في العلاقات الدولية. الآن لا يمكن لدولة مهما بلغت قوتها ومهما بلغت أن تنفرد وحدها أو أن تنعزل وحدها بعيدا عن الدول الأخرى، فما بالنا نعمل مع بعض والبعض، خاصة كما أشرنا في ظل تحديات تواجه الجميع. وأعتقد أن وحدة المصير هي مسألة ضرورية تدفع كل الأطراف سواء في مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي فلسطين وفي دول الخليج وفي مختلف الدول العربية إلى التكاتف وإلى إرساء نموذج لفكرة تغليب المصالح القومية، لأنه كما أشرت المشروع الوطني العربي يجب أن يتكاتف ويجب أن نعلي من قيمته في هذا التوقيت، خاصة أن التحديات تؤثر على الجميع والتداعيات السلبية لحل تنعكس سلبا على الجميع، وبالتالي لا مجال لأن نواجه هذه التحديات بشكل منفرد، ولكن يجب أن نواجه كل التحديات الراهنة بشكل جماعي. وأظن ده مهم تكون رسالة يا دكتور في ظل كمان إن احنا بنتكلم عن حكومة جديدة ووجود هذا التشكيل الحكومي، سواء بالتأكيد مثلا وزارة الخارجية، وكنا شاهدنا لقاء لدكتور بدر على القاهرة الإخبارية بيتحدث عن تلك التحديات، فكرة الملفات والاستثمارات الأجنبية وعن الحكومة، وإذا تحدثنا عن المجموعة الاقتصادية في الحكومة، فكرة هذا الربط الذي تتحدث عنه يا دكتور أشياء هامة وتحدي أيضا هام أن تلم به الحكومة الجديدة. صحيح، وبالتأكيد لا يمكن الفصل ما بين السياسة والاقتصاد، الجميع يتكامل، كل الملفات تتكامل. الاستقرار السياسي ينعكس بالإيجاب على الاستقرار الاقتصادي وبالتالي انتعاش الاستثمارات المشتركة. أي اضطراب تتعرض له للمنطقة يؤثر، لا يؤثر فقط على الاستقرار السياسي ولكن أيضا يؤثر على مستوى معيشة المواطنين، على فكرة انتقال رؤوس الأموال واستقرار الاستثمار الاقتصادي. وبالتالي أنا أعتقد في عهد حكومة جديدة وفي عهد القيادة السياسية التي تؤكد أنها دائما تسعى إلى استقرار المنطقة وتنخرط بشكل إيجابي في كل المبادرات المتعلقة باستعادة الاستقرار في المنطقة، أعتقد أنه من المهم أن يكون هذا أو نحول هذه الرؤية إلى مشروعات تكاملية وإلى مشروعات على الأرض وإلى توافق فيما يتعلق باستثمارات مشتركة وبتوحيد وبتنسيق للرؤى السياسية في مواجهة التحديات. أنا أتصور أن هذا اللقاء سيكون
بادرة مهمة وخطوة تتبعها خطوات كبيرة، خاصة أن مصر منفتحة على جميع الأطراف في ليبيا، وجميع الأطراف أيضا تقدر الدور المصري وتثمن الرؤية المصرية الداعمة للاستقرار ولاستعادة الهدوء وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية. أنا أعتقد أنه الآن نحن أمام رؤية وخطوة مهمة يمكن أن تضيف لكثير من أطر التعاون المشتركة الراسخة منذ سنوات ومنذ عقود طويلة، وأن تضيف إليها رؤية تنموية وتنسيق سياسي واقتصادي واستثماري يدعم مصالح الطرفين ويعزز الرؤية المشتركة والمصالح المشتركة لدى الشعبين الشقيقين. دكتور أسامة، أنا معلش أنا لازم، ما ينفعش برضو نترك حضرتك من غير ما نتحدث عن الحكومة. وإحنا كان يعني قبل هذا الخبر العاجل كان الملف اللي معانا فكرة مؤتمر الصحفي الأول لرئيس الوزراء، ويمكن نقاط كثيرة، لكن ما هو الملفت لوجهة نظر حضرتك فكرة تأكيد رئيس الوزراء مثلا على أنه لن ينتظر كثيرا على ملفات معينة، فكرة رئيس الوزراء على اللقاءات الدورية التي سيحافظ عليها مع نوابه في المجالات المختلفة، ما الملفت؟ لأنه لازم برضو تعليق حضرتك على هذا الملف الرئيسي يكون هام لنا. بالتأكيد، يعني أولا هذا النهج نهج حميد للغاية وخطوة موفقة. أنا بعتقد أنه أن يبدأ رئيس الوزراء يوم الأول في الحكومة أو حكومته الجديدة بهذا التأكيد وبهذا المؤتمر الصحفي المهم وبهذه الشفافية الكبيرة التي تحدث بها رئيس الوزراء، أنا أعتقد أن هذه خطوة إيجابية كبيرة كنا ننتظرها ونأمل أن تستمر، لأن مصارحة ومكاشفة الرأي العام خطوة مهمة وجزء مهم من سياسة الحكومة. وأعتقد أنه هذه الخطوة ستتبعها أيضا خطوات فيما يتعلق بالتواصل مع الرأي العام، وسائل الإعلام، الحرص على إعلان الحقائق في وقتها. هذه مسألة مهمة تساعد طيب يعني أنا بشكرك طبعا يا دكتور، أطلنا على حضرتك، لكن أنا بشكرك على كل هذا التحليل الوافي، ويمكن يعني شبكات الاتصال، لكن حضرتك أضحت لنا أشياء كثيرة هامة، وخصوصا يعني ما نتحدث به ربط فكرة الحكومة في أول يوم سواء المؤتمر الصحفي أو حتى هذا اللقاء الهام الذي نوهنا لحضراتكم وموجود مع حضراتكم على الهواء مباشرة وعلى الشاشة، فكرة استقبال السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد البيبة، والذي قدم لمدبولي التهنئة لتسلمه رئاسة الوزراء مرة أخرى. وتم أيضا خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقات المدمجة بين البلدين، كذلك تم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء من خلال التعاون بين وزارتي النفط والغاز والبترول بالبلدين، إلى جانب الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطن للصرف الصحي الذي أطلقته الحكومة الليبية من خلال الشركات المصرية. وللمزيد انضموا إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام، بنرحب بحضرتك يا فندم. ويعني كيف نجد هذا اللقاء الهام في أول يوم للحكومة المصرية الجديدة بعد حلف اليمين وبعد المؤتمر الصحفي الأول؟ يعني لقاء هام يعني تحدثنا فيه عن أو جاء فيه الشراكة المميزة بين دولتي الجوار مصر وليبيا. يعني اولا تحياتي لحضرتك وللساده مشاهدي اكسترا نيوز. تطور ايجابي ان ياتي الى القاهره رئيس الوزراء الليبي السيد عبد الحميد الدبيبه في اليوم الاول تولي الحكومه الجديده. يعني بالتاكيد هناك يعني علاقات مشتركه مهمه جدا بين مصر وليبيا، هناك دور مصري لانهاء الخلافات داخل ليبيا وتقريب وجهات النظر. مصر كما نعلم استضافت على مدى السنوات الخمس الماضية
عشرات اللقاءات، سواء مجموعة 5+5 أو 6+6 أو أعضاء مجلس الدولة أو أعضاء مجلس النواب أو الاجتماعات المشتركة. مصر يعني تحاول تقريب وجهات النظر بكل قوة بين طرفي الخلاف الداخلي، وأعلو على ذلك مصر قدمت لليبيا خبرتها في مجالات عديدة أهمها إعادة الإعمار والاستثمار وغيره. وبالتأكيد ليبيا يعني ما زالت تحاول أن تتلمس طريقها لتحقيق الوحدة من خلال عقد يعني انتخابات، سواء انتخابات على مستوى مجلس النواب أو على مستوى رئاسة الدولة. ولمصر دور كبير كما نعلم في هذا الأمر، ومصر أيضا يعني تحتفظ بعلاقات جيدة مع شرق ليبيا وتحاول أن تقرب يعني وجهات النظر، وقربت بالفعل وكان لها دور في حالة الهدوء التي تتمتع بها ليبيا حتى الآن، كما أن مصر تنسق مع يعني القوى العالمية المؤثرة في الشأن الليبي من أجل العمل على إنهاء هذا الصراع الذي طال والذي يعني كاد يؤدي إلى تقسيم ليبيا بشكل عام. نعم، أظن أشياء أيضا كثيرة ممكن الاستفادة منها من العلاقات المصرية الليبية، فكرة المؤتمرات للصناعات المصرية الليبية، من الممكن مثلا زي ما احنا متعودين في التعاون المشترك بين دول مختلفة، فكرة مجلس رجال أعمال مشترك، فكرة وجود مؤتمر اقتصادي مشترك، يعني كيف يمكن البناء على هذا اللقاء الهام، فكرة شراكة، بداية شراكة مع أول يوم للحكومة المصرية الجديدة، شراكة في قطاع الكهرباء وبترول والنفط، من الناحية الثانية الاعتماد على الشركات المصرية في البنى التحتية، كيف تجد من الممكن في الفترة القادمة من خلال معارض، من خلال زيارات مختلفة، رجال أعمال مصريين، رجال أعمال ليبيين، لأنه نجد ذلك هو ما يدعم الاقتصادات المختلفة وخصوصا في الفترة القادمة. يعني دعني أقول لك بصراحة أنه مجرد زيارة السيد عبد الحميد الدبيبة للقاهرة في هذا التوقيت هي مؤشر جدا، مؤشر جيد جدا. يعني بالفعل كانت هناك محاولات مستمرة لعمل شراكات ولقيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات كبيرة جدا في ليبيا والاستعانة بالعمال المصريين الذين شاركوا في المشروعات القومية الكبرى، ولكن يبدو أنه كان هناك بعض من يعني الرفض من جانب الدبيبة نفسه. عندما يأتي الدبيبة إلى القاهرة فهذا معناه أنه تم تسليل العقبات وأنه هناك يعني أفق جديد يمكن أن يعني يسمح بتنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة أن الدبيبة يعني ليس رجل عسكري وإنما هو رجل أعمال، رجل لديه يعني أفكار متكاملة حول المشروعات التي يمكن تنفيذها في ليبيا. نحن نعلم أن ليبيا دولة غنية، ليبيا دولة بترول، ولكن ليبيا خلال السنوات الأخيرة بسبب الصراع الداخلي تأثرت كثيرا، باتت تعاني في كل شيء. رأينا عندما يعني حدثت السيول في ليبيا كيف أنه هذه السيول لم تستطع الدولة الليبية سواء بشطريها في الشرق أو الغرب أن تتصدى لها، كانت الخسائر كبيرة جدا. وبالتالي فأعتقد أنه مجيء السيد الدبيبة للقاهرة ولقاؤه مع الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا يعني بالتأكيد زيارته لمصر لم تكون زيارة فقط لهذا اللقاء، وإنما بالتأكيد سيطلع على المشروعات. هل نعود إلى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية وكانت منعقدة من 2021، تحقيق متابعة نتائجها، تحقيق ما نهدف إليه؟ زي ما حضرتك ذكرت في بداية الإجابة احنا كنا متابعين الناحية العسكرية والاجتماعات المختلفة بين الأحزاب الليبية أو يعني الجوانب والأطراف الليبية، فكرة أيضا هذه الاجتماعات التي كانت منعقدة منذ عام 2021، اجتماعات المصرية الليبية والاستفادة من ذلك، ويعني مجيء سيد عبد الحميد الدبيبة إلى مصر يعود أو يفتح الأفق للعودة لهذا التعاون مرة أخرى. يعني كانت العلاقات قد بدأت تنفتح بشكل كبير جدا
في أواخر أيام حكومة السيد فايز السراج، وجاء إلى القاهرة وذهب الوزراء المصريون وتم فتح مقر للسفارة المصرية في طرابلس، ولكن حدث بعض التراجع البسيط وبعض التراشقات. لكن أعتقد أنه مجيء عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة الآن يعني أن هناك مجهودات كبيرة كانت تتم وراء الكواليس خلال الفترة الماضية، وأنه هذه الزيارة ستفتح الباب لتعاون كبير جدا، ومن المؤكد أنه سيتم إحياء عمل اللجنة العليا للعلاقات المصرية أو للتعاون المصري الليبي. وأعتقد أنه يعني خلال ليس اليوم وربما اليوم وغدا يعني سنسمع المزيد من الأخبار الجيدة عن العلاقات المصرية الليبية. نعم، أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا، مساء الخير لحضرتك. بالتأكيد يعني إذا نستكمل هذا الحديث وأهمية هذا اللقاء في توقيت أيضا يعني يتضح أنه توقيت هام جدا في أول يوم للحكومة، واهتمام السيد عبد الحميد بيبة في أول يوم للحكومة أن يقدم التهنئة بنفسه، أن نتحدث عن تفعيل هذه العلاقات والأشياء مرة أخرى، والحديث عن التعاون المشترك بين مصر وليبيا. كل تأكيد زيارة عبد الحميد الدبيبة الذي شارك في اجتماعات الجامعة العربية بالأمس لما يتعلق مسألة الهجرة في العالم العربي، وأصر على أن يكون هناك بالفعل زيارته لمصر في المقام الأول استغلالا لعرض انتخاب الدكتور مصطفى مدبولي لإعادة تنسيق التشاور والحوار المصري الليبي، خاصة أن مصر لم تنقطع في علاقاتها وتواصلها مع كل الفرقاء الليبيين في الشرق والغرب منذ عام 2014 وحتى الآن، وفتحت كثير من أبوابها لإمكانية توفير استحقاقات الدعم وطاولات الحوار لحوار ليبي ليبي بشراكة مصرية أو بغطاء مصري على مدار أكثر من 9 سنوات حتى هذه اللحظة. وبالتالي زيارة حميد الدبيبة تصب في خانة وصلا للحوار الاستراتيجي المصري الليبي في ضوء الدور المصري لتفكيك كثير من ألغام الأزمة الليبية طيلة السنوات الماضية ومشاركة كل الفرقاء الليبيين. وبالتالي الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور على إمكانية أن يكون لك استكمال سلسلة الحوار المباشر بين البلدين عبر اللجنة المصرية الليبية التي زار منذ عامين الدكتور مصطفى مدبولي ليبيا في طرابلس، وعقد اجتماعا مع السيد عبد الحميد الدبيبة والوزراء الليبيين في مجموعاته في حكومة الغرب، وتم التوافق على أكثر من 11 اتفاقية في ذلك الوقت. وأعتقد أن هذه الزيارة تندرج في إطار إمكانية أن يكون هناك بالفعل بحث كافة قنوات تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين وإمكانية البحث في تدعيم وتعزيز وترفيع العلاقات المصرية الليبية في المرحلة القادمة، خاصة أن كل الأطراف في ليبيا تقف على مسافة واحدة من الدور المصري والمكان والحضور المصري فيما يتعلق بتطورات أزمة ليبيا على مدار 10 سنوات الماضية بشكل مفصل. وبالتالي هذه الزيارة من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في توفير قنوات التواصل المصري الليبي لبحث إمكانيات فرص التعاون وتعزيزها بين البلدين في مجال الاقتصادي وأيضا الاقتصادي والتنمية والاستثماري. أصلا هناك استثمارات ليبية جيدة في مصر، بالإضافة للاتفاق على استكمال مناقشات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لأنه من المفروض أن تعقد اللجنة في دورتها الجديدة في القاهرة هذا العام، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون محل توافق بين رئيسي الوزراء في البلدين مصطفى مدبولي والسيد عبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بالفعل في إعطاء قوة دفع للعلاقات المصرية الليبية في المرحلة القادمة، خاصة أن الزيارات المصرية الليبية لم تنقطع على مدار الساعة، هناك تواصل على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وحتى على مستوى التنسيق الأمني، باعتبار أن الإخوة في ليبيا وكل الفرق الليبيين يجدون في القاهرة الحاضنة السياسية الأولى لمساعدة كل الأطراف الليبية على تجاوز الصعاب فيما يتعلق بخروج ليبيا من حال دوامة العنف التي كانت توجه البلاد في السنوات الماضية، واستطاعت بفضل التعاون مع مصر في إمكانية استقرار الأوضاع بشكل نسبي، وأيضا رغبة مصر في أن يكون هناك في الفعل طاولة حوار لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وأقرب وقت للتعاون مع الأمم المتحدة والجامعة العربية من خلال الدور المصري
الفعال فيما يتعلق بتصحيح المشهد الليبي. إذن يعني مكتسبات، أظن يعني حضرتك كما تتحدث مكتسبات سياسية مهمة أيضا للجانب الليبي، مكتسبات اقتصادية هامة للبلدين، فكرة التعاون بشكل كبير. حضرتك تحدثت أنه الشيء الواضح والجلي هو فكرة يعني الاستثمار سواء من ناحية الليبية في مصر أو حتى الاعتماد ليبيا على مصر والشركات المصرية في البناء التحتية، يعني وإن كان ظهر أيضا ذلك في هذا العنوان اعتماد على شركات مصرية في مشروع وطني كبير يعتبره الليبيين شيء كبير، فكرة المشروع الوطني للصرف الصحي، أو حتى يعني فكرة التعاون في مجال البترول والكهرباء أو البترول والغاز وما إلى ذلك، وهو بالتأكيد سيصب في موضوع الكهرباء. الدلالة على ذلك أيضا وأنه بداية لانفراج أزمات سواء موجودة في الجانب الليبي والبدء في الإعمار أو حتى في تعزيز الاستثمار بشكل كبير في مصر في مجالات مختلفة. بالتأكيد خليني أقول لحضرتك من ضمن 11 اتفاقية التي وقعت منذ عامين في طرابلس بين الدكتور مصطفى مدبول ووزراء المسؤولين، كان معه في ذلك الوقت 12 وزيرا مصريا وكل وزراء المجموعة الاقتصادية والسياسية والاستثمارية المصرية مع الجانب الليبي، منهم 6 اتفاقيات تتعلق بالاعتماد على الدولة المصرية والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا في المرحلة القادمة وتوفير فرص التبادل فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين وفتح المنافذ المصرية الليبية أمام توافر السلع والمنتجات المصرية، باعتبار أن السوق الليبي يعتمد بشكل كلي وبشكل كبير على المنتجات المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، وزادت في الفترة الأخيرة بعد توقيع معرض الاتفاقيات في اجتماعات اللجنة العليا للاقتصاد، بالإضافة لأن هناك توقيع اتفاقية كبرى في العام قبل الماضي وتم تدشينها فيما يتعلق بتنظيم تسيير العمالة المصرية إلى ليبيا بالتوافق بين الجانبين المصري والليبي بطرق شرعية، وتم إفادة أعداد كبيرة من العمالة المصرية إلى ليبيا بشكل متوازي وبشكل منظم فيما يتعلق باستراتيجية واضحة للتعاون بين البلدين في مجال توافد العمالة المصرية، بالإضافة لأن مشروعات خاصة بالصرف الصحي والكهرباء وإعادة إعمار ليبيا في الشرق والغرب تم اعتمادها وتوقيعها مع شركات مصرية كبرى في القطاع العام والقطاع الخاص. أمام مصر فرصة جيدة وضوء التلاقي الليبي مع كل الفرقاء الليبيين في الشرق والغرب بإمكانيات أن يكون القاهرة النصيب الأوفر في مشروع ليبيا الكبير والضخم لإعادة إعمار ليبيا التي اعتمدت له حكومة السيد الجديدة منذ عدة سنوات في العامين الماضيين أكثر من 60 مليار في عام واحد لمساهمة الشركات العربية والدولية، وأعتقد كان لمصر النصيب الأكبر فيما يتعلق بإعادة الإعمار في المشروعات الكبرى المتعلقة في المجال التعمير والإعمار والمجال العقاري طرق وطرق ليبية، بالإضافة للصرف الصحي وأيضا مشروعات الصرف في ليبيا والكهرباء، وهذا دلالة على أن هناك بالفعل ثقة لدى الجانب الليبي في جدوى نجاح المشروعات والدولة المصرية في مشروع التنمية المستدامة ورغبة ليبيا في الاستفادة من التجربة المصرية في العاصمة الإدارية والمحافظات الكبرى في مصر عبر التنمية المتكاملة شهدتها مصر في 12 سنوات الماضية، والجانب الليبي لديه رغبة في نقل وتماثل هذه التجارب المصرية لمشروعات كبرى في ليبيا لأنهم يبدون مراحل إعادة تعمير في 10 سنوات رصده 800 مليار دولار، وهذا أمر سيكون جيد في ضوء اتفاقيات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي والتنموي والاستثماري بين البلدين. أنا بشكر حضرتك طبعا على هذا التحليل الوافي ووجودك معنا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، بنرحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. ولكي نبني على ما بدأناه مع يعني الضيوف الكرام، فكرة وجود اتفاقات كانت يعني متوقفة لفترة من الزمن، لكن مع وجود الحكومة الجديدة أو حلف الحكومة الجديدة يعني حرص السيد دبيبة في وجوده بمصر وعلى التعاون، وبدأت أيضا بعنوان وهذا الخبر الذي يعني زعناه منذ قليل فكرة بدء تفعيل هذه الشراكات، أهمية هذا والتوقيت والبناء على الاتفاقات التي كانت سواء الـ 11 اتفاقية سابقة. يعني خلينا نقول انه يعني الدولة المصرية تحرص على يعني فتح افاق طوال الوقت مع الاشقاء في ليبيا وعلى الدولة الليبية، والليبيون انفسهم يثقون في الدور المحوري والمقبولية للدولة المصرية. مصر دولة كبيرة وازنة لها تأثيرها واهميتها في دوارها ومحيطها واقليمها، وبالتالي هنا ما يستوقفني في هذه وهذا اللقاء رقم واحد ان هذا اللقاء ياتي بعد او في اليوم الاول
ممارسة الحكومة الجديدة لعملها، رقم اثنين في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما تحمله ويحمله المكان من رسائل مهمة تتعلق بحرص ويعني الكشف عن مشروعات والاستفادة من الخبرات المصرية والنماذج المصرية الناجحة مثل العاصمة الإدارية وغيرها. أيضا هنا لقاء السيد رئيس الوزراء مع وزير رئيس الوزراء الليبي يؤكد أو يأتي استمرارا للمسارات التي تبناها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية. نحن نعلم جيدا الأزمات التي مرت بها الدولة الليبية منذ عام 2011 بأنها شأن سائر أو بعض العواصم العربية التي تطبعت مثل الربيع العربي، وبالتالي هنا كانت مصر حاضرة وبقوة ويعني تحرص كل الحرص على ترميم التطبعات التي ساعدتها الدولة الليبية. يعني منذ اندلاع الأزمة، وخلينا نقول أن مصر كانت تحرص بقوة على المشاركة في تفاعلات المشهد الليبي، أيضا كانت حريصة على الحفاظ على الأمن القومي الليبي باعتباره يعني جزء من الحفاظ واتصالا ومتصل بشكل عميق وكبير بالأمن القومي المصري. مصر كانت حريصة ولا تزال طول الوقت على فتح مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، حشد التأكيد، وده شفناه في كل المحافل الدولية، مصر كانت حاضرة بقوة لحشد التأييد الدولي نحو موقف إيجابي يتصدر الخطر القائم في ليبيا والانقسامات الليبية. مصر انحازت، لأنه خلينا بس ما ننساش أنه نحن نتحدث عن دولة شقيقة لها حدود مشتركة مع مصر تصل إلى 1200 كيلومتر، وبالتالي هنا يعني الاستقرار مشترك والمستقبل والمصير أيضا يعني متقارب ومشترك، والأصدقاء في ليبيا يعلمون ذلك جيدا. منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الدولة المصرية 2014، وإذا تأملنا اللقاءات بدءا باللقاءات الرسمية ويعني والقمم العربية والقمم الدولية وغيرها، وصولا إلى أو مرورا باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شيوخ وقادة وكبار العائلات الليبية ويعني القبائل الليبية، وكيف كان الحوار مفتوح وفيه كم كبير من المصارحة، وعكس ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي وثقة الرئيس في هؤلاء الأشقاء. وبالتالي هنا يعني كل هذا يعني يندرج تحت أو يتماسى تحت فكرة الحرص المصري الدائم والنجاح الدبلوماسية المصرية للحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية داخل ليبيا، لأنه هناك انقسامات موجودة بالفعل، هناك محاولات من قبل يعني تنظيمات إرهابية كما نعرف وجماعات مسلحة وغيره وغيره، لكن مصر بذلت مجهود كبير وتبذل مجهودات كبيرة جدا من أجل يعني مواجهة والتصدي لكل هذه محاولات الخطر، وتابعنا ذلك سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى الدبلوماسي. نعم، وده يمكن أستاذ جمال اللي احنا بنسميه الثوابت المصرية تجاه يعني الأمن القومي الليبي أو الأمن القومي المصري، وهو مرتبط بشكل كبير. أنا طبعا بشكر حضرتك على هذا التحليل الوافي ووجودك معنا، الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. نشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبهذه المكالمة تنتهي هذه التغطية الحية. شكرا لحضرتكم وعلى طيب المتابعة.